المهم جمع عام دات اجواء مثاليه، كان حوار واضح وصريح، وضعنا فيه الجميع في الصوره الحقيقيه للتحديات اللي عند النادي. كنشكر المنخرطين على الحضور ديالهم اليوم وعلى التجاوب ديالهم. المؤسسه مستمره، وكنشكر الجميع على الثقه ديالو في اللائحه ديالنا. الاستمراريه ديال المكتب جات في واحد الوقت ضروري باش نعطيو اشارات بانه مؤسسه مستقره، وانه البرنامج العمل اللي جبناه السنه الماضيه فهو مستمر، اللي هو بناء النجاح وتصحيح المسار. سي لالا، بالنسبه لرفع المنع احنا غاديين فيه ان شاء الله، الله يوفقك. فأعزائي المشاهدين، كان هذا هو تصريح ديال عادي الهالة، الرئيس الجديد لفريق الرجاء البيضاوي. فهنيئا سي عادل، هنيئا الرجويين. كان معكم في التعليق الحرابي.